النهاردة عاوز أكلمكم في موضوع حسيته مناسب يتقال في الأسبوع ده، لأن المسيح قاله زي اليومين دول بالظبط لما قال لا تبرحوا أورشليم. لو تذكروا أن ربنا يسوع له المجد فضل يظهر من يوم القيامة ظهورات متعددة لغاية يوم عيد الصعود. كان آخر ظهور للرسل يوم الصعود، وهو صعد فرحهم وقال لهم ايه، الملائكة قالت لهم هتشوفوه جاي تاني. فمنظر الصعود مرة اللي بعدها هيجي تاني على السحاب، ينزل بقى عشان ياخدنا، او مش هينزل يعني احنا هنطلع له. رجع التلاميذ بفرح وهم معاهم وصية ألح عليها المسيح. تعالوا نبص لها كده، بالذات معلمنا لوقا هو اللي أكد عليه. ففي أعمال واحد اللي كتبه معلمنا لوقا قال فيما هو مجتمع معاهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. فكانت الأيام دي 10 أيام، فضلوا صايمين وبيصلوا في انتظار هذا الموعد اللي اتكلم عنه المسيح، وهم مش عارفين بالظبط هيحصل إمتى، لكن في 10 يوم زي العنصرة كده اللي هو كان يتمم أيام 50 بالنسبة لليهود تم هذا الحدث. الحقيقة إنه كمان لوقا آخر إصحاح قال نفس المعنى، قال ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. قديس لوقا بالذات أكد إن المسيح أكد على التلاميذ ما تتحركوش. خلي بالكوا التلاميذ كانوا خلاص في قمة السعادة، المسيح قام، خريستوس أنستي، الدنيا نورت، حاسين ان هم ايه هيكسروا الدنيا يعني، ولا خايفين من يهود ولا فارق معاهم حاجة، وخلاص والأفراح ملهاش آخر. وتلميذ عمواس رجعوا فرحانين، وبطرس بقى رجع من الرسل، ومن يعني الدنيا ماشية جميلة. انما المسيح قال لهم لا، ما تجروش، ما تتحركوش، ما تبشروش، ما تطلعوش، اقعدوا في اورشليم، ركزوا صوم وصلاه لغايه ما تاخدوا القوه او الموعد. عشان كده في اعمال 2 اول عدد اللي هو اصحاح 50 اللي بنقراه يوم الاحد، يقول لما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحد. لا حد راح كده ولا حد راح كده، سمعوا الكلام وقالوا ايه، هو قال لا نبرح اورشليم، فقعدوا في العليه، يعني ايه عايشين في حاله صلاه. أنا عاوز أكلمكم عن المعنى، لأنه أنا محتاجه وأنتم محتاجين حتة لا تبرحوا أورشليم. إحنا ساعات نبقى الخدمة واخدانا أو النشاط واخدنا، نروح ونيجي ونزور ونكتب ونعمل، إنما ربنا بيبقى عنده وقت كده يقول لك لا تبرح أورشليم، اقعد اقعد شوية، اشبع شوية، ملي شوية، عاوز أديك من روحي وبعد كده روح اشتغل، بس الأول اتملي الأول. فتعالوا نعيش في المعنى ده شوية. لاحظت حاجة يعني، طبعا على قد يعني، لكن شفت الآباء قالوا لنا نفس الكلام، في ناس بتبقى عندها رغبة في التكريس، ده شيء جميل قوي، إن الواحد يشتاق يدي كل اللي فاضل من عمره الربان، أو يدي الوقت، أو يدي الصحة اللي فاضله. إنما هذه الرغبة من التكريس أحيانا ربنا يقابلها مش بقولة إيه يلا خلاص سيب اللي في إيدك، تلاقوه عمل فرامل، يعني إيه يعطل. طب يا رب بتعطل واحد مشتاق يديك عمره؟ فاكرين اللي راح للمسيح مرة يقول له إيه، أتبعك أينما تمضي، ما قالوش برافو عليك، قالوش أيوه هو ده اللي أنا عاوزه، أبدا. فاكرين قال له ايه، للثعالب او جرى ولطيور السماء اوكار، يعني روح ايه نظف الايه الاوجره والاوكار بعدين نتفاهم. فاتاري ان المندفع ده ما كانش لسه جاهز للتكريس. فبعض الناس اللي بتبقى عندها رغبه تدي بقيه عمرها مش دايما يكون ده الوقت المناسب، ساعات ربنا يقول لهم المعنى ده، اقعد شوي، اتملي شوي، اشرب شوي، اشبع شوي. دي حصلت حتى مع القديس بولس. القديس بولس اول ما عرف المسيح بطبيعته سخن وبطبيعته يحب ايه
يعني خلاص ينجز. انما فوق انه في دمشق جه يكلم على المسيح كانوا هيموتوه، راح اورشليم يكلم على المسيح كانوا هيموتوه، راح طرسوس وقف حاله ما بقاش بيعمل حاجه، وربنا عطله قد 3 سنين عشان يعمل ايه؟ يروح الصحراء يتملي. راح صحراء العربية ناحية الجزيرة العربية وعاش زي الرهبان فترة. طب خلاص بقى مسيحي وتعمد على يد حنانيا ومذاكر عهد قديم وهيشهد للمسيح شهادة عظيمة جدا لأنه فريسي ابن فريسي. لا لا لا، ربنا قال له لا اقعد اقعد شوية، تملي شوية، مع انه يعتبر يعني عينة متميزة، انما ربنا فرمله، فرمل تكريسه للوقت اللي اختار. فدي رسالة مهمة ليكم احبائي، انه احيانا الخدمة تستهوينا ولا تستهوينا الصلاة، الانطلاق مع الناس يستهوينا ولا يستهوينا قعدة الانجيل، يستهوينا الكلام مع البشر ولا يستهوينا الكلام مع ربنا، فيبقى في حتة مش مظبوطة عاوزة تتظبط. ساعات يكون الواحد مع الميل للتكريس يحتاج إلى امتلاء أكتر. طب التلاميذ شافوا المسيح وقعدوا 40 يوم يظهر لهم ويقضوا معاه وقت جميل وخدوا منه دروس كتير وتفاصيل ما نعرفهاش، إنما سلموها لنا ضمن التقليد، ومع هذا أصر لا تبرحوا أورشليم. استنوا، محتاجين قوة. ليه؟ لأنه لو طلعوا بسرعة يمكن يحسوا إن هم بيشتغلوا بدراعهم. ال10 أيام دول حفروا جواهم إحساس القوة شغالة بينا، إحنا مش شغالين لوحدنا. كذلك في الرغبة في التكريس أحيانا ربنا يكون عاوز ينقي الدافع. يعني ممكن تبقى داخل عاوز تدي حياتك لربنا، بس يكون جواك رغبتين، رغبة ترضي ربنا ورغبة برضو إيه تثبت نفسك زيادة والناس تعرفك أكتر وتاخد مكانة حد معين أو إيه لقب معين من ألقاب الخدمة. فتبقى في رغبة كويسة ومعها رغبة مش كويسة، يقوم ربنا يقول لك طب اقعد شوية نعيد السنة أو إيه نطول شوية في الفترة دي، لأن الروح القدس هيعمل إيه؟ لو اتمليت صح هيشيل الرغبة الوحشة ويزود الرغبة الحلوة، فتبقى فعلا لا فارق معاك اسم ولا مركز ولا كرامة ولا أي حاجة، فارق معاك خلاص الناس وبس، فارق معاك السماء وبس. فساعات ربنا يكون قاصد ينقي الدافع بمزيد من التأجيل، بيأجل عشان كده. نقطة تاني، ربنا عاوز يعلم تلاميذه يعيشوا في وضع اسمه انتظار النعمة. خلي بالكوا هو قال لهم كلام وعلقهم، لا تبرحوا إلى أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعلي. هم اللي عارفين القوة دي هيبقى شكلها إيه ولا هتيجي إمتى، مش كده؟ حتى ألسنة النار دي كانت أول مرة تنزل على شكل ألسنة نار، واليوم بذاته ما كانش معروف. هم عندهم حالة اسمها استنوا لما تاخدوا حاجة. إيه الحاجة دي؟ حاجة حلوة أكيد، نعمة أو موعد الآب أو قوة من الأعالي. طيب حاضر. فعاشوا في حالة انتظار نعمة. احنا عاوزين نتعود على الحتة دي، انك تبقى في خدمتك بالذات مستني نعمة. يا رب انا مش عارف اشتغل، موضوع اكبر مني، مشكلة اكبر مني، انا عاوز نعمة، عاوز قوة. طول ما انت في وضع انتظار للقوة او للنعمة ربنا هيشتغل بيك، وهتدوق يعني ايه ربنا بيشتغل بيك. انما تشمر ايديك وتدخل تشتغل على طول انت ملحقتش تنتظر القوة، فانت بتشتغل بعضلاتك، لا هتشوف ايد ربنا ولا هتحس ببركة الخدمة ولا هتخلي ربنا يعرف يشتغل، لانك داخل بصدرك زيادة. فهنا كان ربنا يسوع عاوز يعودهم، ممكن تقعدوا شوية، هم بيفركوا عاوزين يطلعوا يتكلموا عاوزين يوعظوا، وبعدين عملوا معجزات قبل كده فالشغلة مش صعبة بالنسبة لهم، بعدين المسيح قام فمفيش حاجة مخوفاهم. لا ما تتحركوش، ما فيش كلام، ما فيش وعظ، ما فيش معجزات، تقعد مطرحك. ليه كده؟ تقعد تستنى. استنى ايه تاني؟ قوة. حاضر، سمعوا الكلام. يبقى ربنا عاوزنا في وقت نتعود المعنى ده، لازم لما تلاقي المشاكل زادت او الاحباطات زادت
او الخدمه مش ماشيه، ما تقعدش تزق بعضلاتك. هي القصه عاوزه ايه؟ عاوزه اورشليم، عاوزه ايه؟ كم يوم زي كده، لا تبرحوا اورشليم، عاوزه خلوه طويله، عاوزه كم قداس، عاوزه انجيل مكثف، عاوزه توبه شديده عشان تاخد حاجه. تلاحظوا ان هم عاشوا بقى في الاسبوع ده صلوات حره، والصلاه معاها انتظار تخلق تواضع. ليه؟ لانه الشخص المنتظر بيقتنع كل ثانيه انه في وضع احتياج، ان انا لوحدي ما اعرفش، ان انا مش هقدر، انا محتاج القوه اللي بيتكلم عنها. لو كانوا دخلوا بسرعه على الخدمه يمكن كانوا نسيوا حكايه القوه دي. كمان في العشر ايام وسطيهم مين؟ وسطيهم امنا العذراء. لو تلاحظوا في اعمال واحد اكد ان امنا العذراء ما سابتهمش في العشر ايام، فامنا العذراء دي ممتلئه نعمه، فهم مكملين تلمذه. فاحيانا تاجيل الانطلاق في الخدمه بيكون فتره تلمذه ليك، بدل ما تجري وتنجز استنى استنى، خد وقتك واشبع، حواليك ناس مليانه نعمه. اليشع بقى تلميذ ايليا، قعد له كده كذا سنه. طب ده اليشع ده قديس عظيم، انما ربنا قال خليك زي ما انت كده في الظل كده، اقعد اتفرج على ابوك ايليا. وقعد سنين طويله محدش عارف ان اليشع ده جبار، لكن لا يبرح خيمه ايليا، يبص على ابوه ايليا والتلمذ وخلاص. وفين لما ايليا صعد ابتدى اليشع ينجز. فانتظار النعمه الواحد بيتعلم التاني والتروي، ان الموضوع ايه؟ لكل شيء تحت السماء وقت. مش لازم الخدمه تنجح في الوقت اللي انت عاوزه، مش لازم البلاد تفتح في الوقت اللي انت عاوزه. استنى، كل حاجه ليها ميعادها، ربنا هيديك القوه في الوقت المناسب وهيشتغل بيك في الوقت المناسب. ولما يخلصوا اورشليم واليهوديه ليها ميعاد، ودخول السامره صح 8 له ميعاد، وبعدين اقصى الارض دي يعني ليها مواعيد. ثالث معنى، اللمه بتاعت العشر ايام كان ليها بركه تانية. لو انتوا قريتوا اعمال واحد كويس، اللي هو موازي للايام اللي احنا فيها بالظبط، ما بين الصعود والعنصر، والمسيح صعد، هم رجعوا على العليه وعسكروا قاعدين في العليه وراهم صغير ايه؟ صلاه وصوم ويحبوا في بعض. هنا الوحدانيه زادت. احيانا تاجيل الانطلاق في الخدمه يكون ربنا قاصد يغذي بيه روح الفريق، روح الكيان الواحد، ان هم حبوا بعض قوي، اكلوا وشربوا وناموا وسبحوا وعاشوا مع بعض، غير الذكريات القديمه كانوا زمان بيروحوا بيوتهم وكانوا تشتتوا وقت صليب المسيح شويه، دلوقتي لا. وحتى وقت ظهورات المسيح في الاربعين مقدسه ما كانوش طول الوقت مع بعض، انما في العشر ايام دول قعدوا مع بعض. فربنا اداهم معسكر عشر ايام ما يسيبوش بعض. ليه؟ عشان حبهم لبعض يزيد قوي. اصل دول بطاركه العالم، دول الرسل اللي هتتبني عليهم الكنيسه الواحده الوحيده، فكان لازم يدوبوا في بعض ال 12 دول. وساعتها اتولد متياس، مش اتولد يعني، اتحط متياس مطرح يهوذا، فكمل العدد اللي نقص بيهوذا الاسخريوطي. اذا هنا في جو انتظار النعمه وفي الفريق ده اللي كلهم تلاميذ المسيح وبيحبوا بعض، وصيهم امنا العذراء، على فكره كان معاهم السبعين رسول، لانه يقال 120 نفس كانوا موجودين في العليه. تدوب الذات، ودي حته مهمه قوي. الانطلاق السريع لاي خادم يغذي الذات، يديله احساس بايه؟ انا. ومفيش حاجه وحشه في الخدمه قد انا دي، اوحش حاجه، بوظت ناس كتير وبوظت خدمات كتير وضيعت ناس. انما وجودهم مع بعض ده كسر الانا. بطرس مش باين، من متى، من مرقس، من كل اندراوس، كلهم بقى في بعض كده، شبه بعض، حلوين زي بعض، بيحبوا المسيح، بيقدموا بعضهم على بعض في الكرامه، دابوا في بعض. وهنا لما يختفوا كلهم يبان الكنيسه، لأن ظهور ناس بأسمائها كده يجي على حساب الكنيسة، إنما لما الكنيسة تبان الأفراد تختفي. والكنيسة عمرها ما كانت فلان أو علان، الكنيسة هي القديسين عبر كل العصور، لكن كلهم بيدوبوا ويظهر المسيح وكنيسته بس.
ده الفكر الصح. النهارده في كنائس كتيره مرتبطه باسماء، لا حاجه خطر. عشان كده بولس قال مين بولس؟ مين ابولس؟ اطلعوا مين؟ كان زعلان قوي على الكنيسه. ليه؟ لان بقى في ناس بتقول كنيسه بولس، قال لهم يطلع مين بولس ده؟ هو بولس ده مات عشانكم ولا باسم بولس اتعمدتم؟ فجه على نفسه في الكلام عشان يكسر الاسماء ويثبت فكره الكنيسه الواحده او الوحدانيه. كمان التمتع بالشركه، طعم من طعم السماء ان احنا نحب بعض. ما احلى ان يجتمع الاخوه معا كالطيب النازل على الراس. فدول داقوا السماء وهم بيسبحوا بيحبوا بعض وواثقين في قيامه المسيح، كانوا مقضين ايام في منتهى الجمال وفي انتظار القوه، كانوا مجتمعين بنفس واحد. يبقى دي بركه من بركات لا تبرح اورشليم. طبعا ده كل ده تطبيقات لينا، ده معناه ان احنا كخدام نحتاج نقعد مع بعض، نصلي كتير، ناكل لقمه مع بعض، نعيش كعيله مرتبطين ببعض، ندوب في بعض وما يبقاش في اسماء بارزه كده، لان ده يعمل تشوهات في شكل الكنيسه. نقطه اخرى انه بركه العشر ايام دول اكتمل العدد. وهنا الحقيقه الواحد ممكن يتساءل يقول طب ليه المسيح ما وصهمش يجيبوا متياس؟ ما كان قاعد معهم 40 يوم. كان ممكن يقول لهم هاتوا متياس حطوه مطرح يهوذا، ما عملش كده. سابهم مع بعض يطلعوا بالقرار ده. لأن ربنا بيحركهم. فلما بدأوا يصلوا ويقروا الإنجيل، على فكرة كانوا بيصلوا مزامير كتير قوي. بطرس وهو بيصلي مزمور من المزامير، رنت في دماغه الآية اللي بتقول ليأخذ وظيفته آخر. والمزمور كله بيتكلم عن خيانة يهوذا. فاكتشف، وده اللي كنا بنقوله المزمور ده لو انتم مذاكرين في اسبوع الالام يوم خميس القعد في صلاة باكر الساعة الاولى، يعني كان فيها النص ده من سفر الاعمال الاصحاح الاولاني. فبطرس قال حسب كلام المزمور ده منطبق على يهوذا اللي مات. طب ما هو المزمور بيقول لنا ليأخذ وظيفته اخر. يبقى هنا ابتدوا يسمعوا صوت ربنا من الانجيل من المزامير، ودي خبرة جديدة. كان المسيح هم تعودوا يسمعوا صوت ربنا المسيح معاهم. قال لهم طب ما الانجيل ما المزمور اللي في ايديكم. فبطرس قال لهم مش المفروض نعمل اللي قاله الانجيل والمزمور؟ فاتفقوا قالوا اصح، يبقى لازم حد ياخد وظيفة يهوذا. فصلوا واجمعوا على شخصين ينطبق عليهم الشروط، عارفين المسيح من بدري، حضروه من وقت يوحنا المعمدان، وبعدين عملوا القرعة ووصلنا المتياس. هنا في فترة التواجد المشترك وانتظار النعمة ولا تبرحوا أورشليم، بتبقى فترة اكتشاف مواهب جديدة. أحيانا مع الانطلاق في الخدمة يكون وسطينا ناس حلوين قوي ما شفناهمش، لكن لما بنقعد ونصلي ونبقى قريبين لبعض وفي جو فيه محبة يبان المواهب اللي ربنا عاوزها للمستقبل تشتغل. واكتشاف المواهب دي حاجة مهمة جدا. متياس ده ما كناش نسمع بيه قبل كده، ده بقى واحد من الرسل ال 12، فده إنجاز عظيم. كمان تلاحظوا إن كلهم أجمعوا بسبب الروحانية والحب والصلاة، كان بسهولة جدا ال 11 وافقوا على، ويجوز معاهم ال 70 على اختيار متياس. كمان وصلنا لحاجة اسمها الاستنارة، بدأوا ينقادوا بكلمات الإنجيل، فهموا مشيئة ربنا اللي ما قالهاش نصا وحرفا ربنا يسوع وهو قاعد معه. بس خلاص ابتدوا يتعودوا ان هم ايه، حتى لو المسيح مش بيقولها في ظهور من ظهوراته، هم فهموا غرضه انه عاوز يحط حد مطرح يهوذا. معنى اخر للا تبرحوا اورشليم، اورشليم بالنسبه لنا هي الكنيسه. أحبائي إحنا عندنا نعمة اسمها الكنيسة في حياتنا. الكنيسة دي بجد لما نروح السماء هنقول كانت أهم حاجة في حياتنا، لأنه من غير الكنيسة كنا روحنا النار كلنا. الكنيسة دي هي اللي عمدتنا وهي اللي بتربينا وهي اللي بتعلمنا وهي اللي بنعترف فيها وهي اللي بنتناول فيها وهي اللي لما نمشي غلط نرجع لها تاني، واللي تشيل وتحط فينا وتغير فينا لغاية ما إيه نخرج مجنع الكنيسة في الخارج على السماء. فالكنيسة دي حاجة مهمة جدا. فلا تبرحوا أورشليم، كأنه بيأكد معنى الفلك، عارفين؟ ما تطلعوش من الفلك.
ففضلت أورشليم في قلب التلاميذ، اللي راح الهند واللي راح روسيا واللي راح أثيوبيا واللي راح مصر، إنما كانوا يحبوا جدا يرجعوا أورشليم يشوفوا بعض ويتقابلوا. مش أورشليم كما كان، ما أورشليم دي خلاص رفضت المسيح وخربت بعدها، إنما المعنى بتاع أورشليم اللي هو الكنيسة. فلا تبرحوا أورشليم، فيها رسالة مهمة أوي. عاوز تخدم صح، عاوز تنجز، عاوز تكسب نفوس، ممكن ما تبرحش أورشليم. ما يبقاش في يوم زي السجدة وتقعد في البيت تتفرج على التلفزيون، لا ده يوم الكنيسة، ده تعال اسجد معانا. ما يبقاش في قداس عيد العنصرة، عيد سيدي كبير، وانت رايح شغلك وبس، ده عيد سيدي كبير، ده هو ده أساس الروح القدس اللي ساكن فيك، اللي هيدخل اللي وصلك السماء. فلا تبرح أورشليم. يبقى هنا التمتع بالطقس، الشخص اللي بيدوق البصخة وبيدوق كياك وبيدوق صيام الرسل وبيدوق صيام العذراء ويحب فلنسبح اسم الرب اللي داخلين عليه الأسبوع الجاي، واللي يحب الليلويا بتاعة القيامة، واللي يحب الزفة، الشخص اللي مستمتع بالطقس لا يبرح أورشليم، ده اللي بيخدم صح، وده الخادم الأرثوذكسي المظبوط مش المشبوه، عشان في خدام مشبوهة اللي هي ايه الطقس ده غريب بالنسبة لها، وايه ملهاش دعوة بيه وما تحبوش وتقيل على القلب، بس عاوزة تخدم، في حاجة تخوف هنا، دي علامة استفهام، فين أورشليم الأول؟ ما تقول لي أورشليم عشان أقول أنت تبع الكنيسة دي ولا مش تبعها. نفس المعنى كمان، أورشليم رمز للتسليم والتقليد الكنسي، وهم مع بعض خلاص أفكارهم دابت في بعض، راجعوا على بعض كل حاجة، فاهمين بالظبط لما يطلعوا كرازة بعد كده هيعملوا ايه. عشان كده تلاحظوا اللي عملوا متى في اثيوبيا زي اللي عملوا ماري مرقص في مصر زي اللي عملوا توما في الهند، بيعملوا نفس البرنامج، يوعظوا، يعملوا موعوظين، يتثبتوا من ايمانهم والتوبة، يعمدوهم، يكبروهم، يبقوا خدام، بعد كده يبقوا كهنة، متبرمجين كلهم زي بعض بالظبط. ليه؟ لانه مستلمين. ما كانش في كتب، ما كانش في اناجيل مكتوبة ولا رسائل، لكن اتبرمجوا مستلمين صح من المسيح ومن بعض. عشان كده الكتاب يتجسر ويقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه، لكن مبنيين على اساس الرسل اللي هو التقليد الرسولي. يقول سجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. دي الفتره اللي قعدوها قبل العنصر، يبقى فترة التسبيح المشترك، فترة أورشليم اللي هي فيها فرحة اللمة حوالين جسد المسيح، أو لمة الإخوة ببعضهم كده المؤمنين مع بعض، هي دي اللي بتطلع كنيسة كارزة وكنيسة خادمة وكنيسة فرحانة. كمان العودة لأورشليم، ابتدى تقليد تكتشفوه في سفر الأعمال، تقليد جميل، أو تقليد يعني تراديشن، يعني حاجة اتعودوا عليها، ان هم يحاولوا كل سنة يوم الخمسين او كل كام سنة يتلموا تاني في اورشليم، كل الرسل كل الكبار، عشان يفرحوا ببعض. وده اللي بيحصل، تلاحظوا في كنيستنا لغاية دلوقتي، يعني الاسبوع ده اسم الصليب ربنا يحميهم، المجمع المقدس ملموم، اللي جاي من امريكا واللي جاي من استراليا واللي جاي من اوروبا واللي جاي من افريقيا. ليه؟ لان ده تقليد من وقت الرسل. يقول هنا بولس عدم ان يتجاوز افسس في البحر، اتزنق في الوقت، لان طبعا ما كانش فيه طيران، فعقبال ما ينزل من تركيا افسس ويوصل اورشليم حاسبها لازم يوصل قبل يوم الخمسين، عشان عارف ان لمة السبعين رسول هتبقى في الخمسين، ولازم يقعد مع اخواته وايه يصلوا مع بعض ويفرحوا ببعض ويسمعوا اخبار بعض. طبعا في زمانه ما كانتش بتحصل كل سنة، لانه يعني السفر كان بياخد شهور في حد ذاته، لكن كل كم سنة كانوا بيعملوا كده، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنوا يكون في أورشليم في يوم الخمسين. يبقى واضح أن يوم الخمسين لما كان من وقت سفر الأعمال ولمة القديسين دي كانت أساسية، لأن ساعتها يفتكروا أنه ده المكان اللي اتملينا فيه بالروح القدس، ده نقطة الانطلاق الأولى، دي البداية الصح، ده عمل الروح القدس في الكنيسة اللي بيشتغل من خلال، قول بقى أي اسم، من خلال بولس، من خلال مرقس، من خلال متى، في الآخر ده عمل الروح القدس. العودة لأورشليم أحبائي كتطبيق بقى بالنسبة لنا،
انت هترجع امتى الاب اعترافك؟ ممكن تبقى قعدت فتره طويله ما تعترفش. لا، اورشليم بالنسبه لك ابوك الروح، لازم ترجع له وتراجع حياتك معاه وتشوف انت ماشي صح ولا بعدت. ترجع للخلوه تظبط حياتك وتشوف انت فوتت في ايه. ترجع للبدايات الاولى، اذكر من اين سقطت، اعمل الاعمال الاولى. عندي عليك انك تركت ايه؟ محبتك الاولى، البدايات الاولى. فكانوا لما يرجعوا اورشليم هيقولوا ايه غير ذكرياتهم الاولى، بداياتهم الاولى، لان دي اللي ربطاهم ببعض، حياتهم مع المسيح. فاورشليم بالنسبه لنا تمثل دايما البدايه الحلوه. وطبعا ياما يعني ناس بقى لها ذكريات كده، اول يوم خدمه يبقى معلم عليه طول العمر، اول مره اعترف يبقى فارق معاه طول العمر، اول مره يمسك الانجيل وايه تخبط فيه تبقى ما ينساهاش ابدا، اول مره مثلا يصلي بدموع ما ينساهاش ابدا. كويس، حلو، دي بدايات حلوه. يبقى ارجعوا لاورشليم. اخيرا نقول ايه؟ الشبع بالمسيح والشبع بوكلاء المسيح. كانوا بيشبعوا بالمسيح طول الأربعين يوم، دلوقتي بقوا بيشبعوا ببعض، وكل واحد فيهم بقى يتفرج على التاني وعاوز يقول أنا يعني تخيل كده، إيه ده، أنت بقيت شبه المسيح يا بطرس، أنت بقيت شبه المسيح يا يعقوب. ما هم كلهم فعلا بقوا شبه المسيح. فابتدوا بعد ما كانوا بيتعلموا من مصدر واحد هو ربنا يسوع، بقوا دلوقتي بيتعلموا من بعضيهم، لأن كلهم بقوا إيه؟ شبه المسيح، اللي اسمهم في الإنجيل وكلاء المسيح، وكلاء أسرار الله. فالرسل هم يعني أشباه المسيح. جمال أي واحد فيهم، بطرس ما عادش بطرس بتاع زمان، لا لا، بطرس الحلو الجديد ده شبه المسيح، ومتى ده غير العشار اللي ابتدينا بيه من 3 سنين، لا ده حاجة تاني. فهنا الظهورات كانت مشبعاهم بالمسيح، والعشر أيام مشبعاهم بالشركة، وبعدين في الآخر الروح القدس يدوبهم في بعض، النار اللي تنزل عليهم كلها كلهم تجعلهم كلهم كده إيه؟ شعلة نار، وتحقق النبوة اللي قالها المسيح، جئت لألقي نارا على الأرض، ما كانوش فاهمينها، اتحققت يوم 50. إن المسيح أتاريه جاي عشان يجيب نار، إيه النار دي، هتولع في الدنيا يا رب؟ لا طبعا، النار يعني يولع القلوب، يعني يملى القلب بروحه، والروح القدس نار، إلهنا نار آكله. ماذا أريد لو اضطرمت؟ يعني أنا عاوز إيه غير كل الناس تمتلئ بالروح القدس. أورشليم بالنسبة لنا هي السماء، هي المستقبل، لا تبرحوا أورشليم. يبقى خلينا من النهاردة نجري على الكنيسة جري زي اللي بيجري على السماء. عشان كده في آخر سفر الرؤية تيجي سيرة أورشليم بس بطريقة جديدة بقى. يقول جاء إلي واحد من 7 ملائكة الذين معهم 7 جمات المملوءة من 7 ضربات، وقال لي هلم فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال وأراني المدينة العظيمة. خلي بالكوا يوحنا كان متربي في أورشليم، كان عارفها كويس، بس يوحنا هو بيكتب كانت أورشليم كلها خربت خلاص، من سنة 70 ميلادي أورشليم اتدمرت، لكن في أورشليم تانية اسمها السماوي. فيقول أراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. يبقى لا تبرحوا أورشليم، ما تطلعش بره القداس. إياك يعدي أسبوع عليك من غير قداس، يا ريت أكتر من قداس، لأنك أنت جوه القداس بتدخل أورشليم السماوي، بتقابل العذراء وتقابل الرسل وتقابل الشهداء وتقابل كل الأصدقاء المستقبل. فإزاي تسيب أورشليم؟ امال هتطلع تخدم تقول ايه؟ احنا بنخدم كمان نزل من السماء، نازلين من سماء القداس عشان نقول للناس ما تيجوا تتفرجوا على المستقبل وعلى السماء اللي انتوا هتروحوها في الاخر. كمان تعبير هوريك العروسة اللي هي اورشليم مرات الخروف، لانه ده معنى جميل قوي، ان احنا في اورشليم العريس يحتضننا، المسيح ياخدنا في حضنه. احنا كلنا بنو العرس، احنا جزء من العروس الكنيسه، فاحنا كلنا بيلتصق بينا العريس. فلا تبرحوا اورشليم، ده حجال الملك، ده المكان اللي بتلتصق فيه العروس بالعريس، ده قدس الاقداس.
ده أعلى كتير من قدس أقداس اليهود. فإحنا هنا بنستطعم تلزق في المسيح وبعدين اطلع اشتغل بعد كده واخدم واعمل اللي انت عاوزه. كمان سماها الجبل، جبل عظيم عال، لأن الكنيسة جبل مش هيتهز أبدا مهما حصل، وجبل عالي وعظيم قوي لأنه رأسه في السماء، رأسه المسيح. فلا تبرحوا أورشليم، يعني خلي مخك فوق شوي، بلاش مخك ينزل للدنيا وكلام الناس وأفكار الدنيا، خليك أنت ملك تاني، جو تاني، سماء تانية، عشان تعرف تعيش كأورشليم في كل وقت. إذا لا تبرحوا أورشليم بتدينا كذا معنى. أوصل بس الأهم حاجة، بتبعدوش عن الكنيسة أبدا، زودوا وقت الكنيسة في حياتكم، اشبعوا بربنا كل مرة تدخلوا فيها الكنيسة، ما تستعجلوش على الخدمة والانطلاق والحركة الخارجية، استعجلوا بالأولى عن الامتلاء والشبع، ساعتها الخدمة بتمشي لوحدها خالص. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، من كل سنة وانتم طيبين.